أخبار اليوم. فلنشهد جميعا مراسم توقيع عقد التعاون بين الشركة الوطنية فالكون وشركة ريستراتا البريطانية، ويقوم بالتوقيع من جانب الشركة الوطنية فالكون الأستاذ شريف خالد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة. أما عن شركة ريستراتا سيقوم بالتوقيع على العقد السيد مارك ألكسندر الرئيس التنفيذي للشركة. الشركة الوطنية فالكون هي شركة مساهمة مصرية انشأت بغرض تعزيز أمن المطارات بجمهورية مصر العربية، وتهدف إلى مواكبة النظم العالمية الحديثة.